السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هكلمكم عن مفاجأتين. المفاجأة الأولى هو إن إحنا قررنا يكون لنا مكان معتمد في دولة هولندا. طبعا زي ما أنتم عارفين إحنا عاملين شراكة مع مؤسسة ذا نيذرلاندز إدوكيشن جروب، فإن شاء الله هيتم دمج المؤسسة الخاصة بينا مع مؤسسة ذا نيذرلاندز إدوكيشن جروب، ومش هنكون بس مجرد شركاء ليهم أو وسيط ليهم، وإنما هنكون أيضا إن إحنا لينا جزء من المؤسسة. طبعا المؤسسة مؤخرا أصبحت مؤسسة تعليم عالي بتوفر درجة الماجستير زي أي جامعة أو أي مدرسة عليا، فبالتالي إحنا هيبقى لينا إن شاء الله نسبة من المؤسسة وهيبقى لينا مقر معتمد هناك، لأن هيتم دمج المؤسسة الخاصة بينا والمؤسسة الخاصة بنيذرلاندز إدوكيشن جروب، وهيكون المقر الرسمي للمؤسسة في أمستردام في جاكوب ستريت، تمام، اللي هي كروستراتوس جاكوب ستريت 156 أمستردام. ده العنوان الرسمي الخاص بالمؤسسة، وهيتم عمل عقد يعني الشراكة أو عقد دمج المؤسستين، المؤسسة الخاصة بينا والمؤسسة الخاصة بنيذرلاندز إدوكيشن جروب بداية السنة الجديدة، وهيبقى عقد رسمي وهنبقى مؤسسة معتمدة رسميا في هولندا إن شاء الله، وهيكون لنا أسهم يعني رسمية مع مؤسسة ذا نيذرلاندز إدوكيشن جروب، مش مجرد شراكة فقط. دي الحاجة الأولى. طب إيه الحاجة التانية؟ طبعا احنا كنا أعلنا من فترة اللي احنا بنوفر أو هنوفر طبعا إقامة معتمدة في إندونيسيا، فالحمد لله أطلقنا الخدمة دي وهتبدأ من اليوم، تمام؟ هنبدأ نستقبل طلبات الناس اللي عايزة تاخد إقامة رسمية في إندونيسيا. الإقامة دي هتكون مدتها سنتين، هتاخد إقامة لمدة سنتين بتتجدد لك كل سنتين، ممكن تاخد إقامة لمدة سنة وممكن كل سنتين مفيش مشكلة، لكن تفضل كل سنتين لأن رسوم السنة الواحدة بتعادل رسوم السنتين، فيفضل إنك تاخد إقامة لمدة سنتين. طب أنت لما تاخد إقامة في إندونيسيا، إيه المميزات اللي أنت تحصل عليها؟ المميزات إن أنت هتتعامل زي أي مواطن هناك، هتفتح حساب بنكي عادي جدا، ممكن تحصل على رخصة سياقة عادي جدا، تسجل في أي جامعة أنت عايزها، أي أماكن سياحية موجودة في إندونيسيا تقدر تدخل ليها بالرسوم العادية بالنسبة للسكان المحليين. طب الإقامة دي هتتسمى، كيتاس، تمام؟ الكيتاس ده هتاخده يتجدد لك كل سنتين وتقدر تقيم في البلد. طب إيه نوع الفيزا أو نوع الإقامة دي؟ هتبقى حاجة اسمها فيزا 134 انفستور، تمام، وهتتسجل تحت احد الشركات المعتمده في اندونيسيا وتاخد الاقامه دي لمده سنتين. طب ايه الحاجه اللي بتفيدك؟ الحاجه اللي بتفيدك ان اندونيسيا رخيصه جدا في المعيشه، ممكن تروح تعيش في جزيره بالي، ممكن تروح تعيش في اي مدينه من المدن الجميله جدا في اندونيسيا وتعيش وسط الطبيعه الخلابه هناك، فبالتالي انت بتعيش في مجتمع كويس جدا، مجتمع راقي، وكمان لو انت حابب تطلع من اندونيسيا على اي دوله تانيه بره. طيب بالنسبه للاوراق اللي هتكون مطلوبه للحصول على اقامه في اندونيسيا، اوراق بسيطه جدا مش محتاجين منك اي حاجه خالص غير صوره الباسبور بتاعتك وصوره شخصيه ليك، واحنا هنكمل باقي الاجراءات وهتحصل مننا على اقامه رسميه واقامه معتمده بتسمى الكيتاس، تمام، تقدر تدخل بيها اندونيسيا عادي جدا وتقيم لمده سنتين وتتجدد لك كل سنتين زي ما انت عايز، وتقدر بعد 5 سنوات تحصل على الجنسيه الاندونيسيه حتى بدون اي مشكله خالص، تمام. طيب بالنسبه للرسوم ذكرناها، هتلاقوها في استماره التقديم الموجوده في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. كمان هنقدر نوفر رحلات سياحيه لاندونيسيا، الناس المهتمه انها تطلع سياحه لجزيره بالي، جاكرتا، المدن الخاصه باندونيسيا، نقدر نعمل لكم رحلات سياحيه ان شاء الله. بالنسبه للتكلفه الخاصه بالرحلات السياحيه هتعتمد على حسب المده اللي انت عايزها، لو حد مثلا عايز يعمل شهر عسل في اندونيسيا او عايز يطلع سياحه لمده اسبوع اسبوعين عدد معين من الايام، فهنقدر ان احنا نعمل لك برنامج قوي جدا ويكون معاك شخص هيكون معاك في طول المدة، يوفر لك كل شيء، نوفر لك حجز الفندق، نوفر لك كل حاجة خاصة بالرحلة دي، ونكون معاك ونرشدك في الأماكن السياحية الممتعة. فكده اتكلمنا عن كل الخدمات اللي احنا نقدر نوفرها، والخدمة تم انطلاقها ابتداء من اليوم، وهتلاقوا في صندوق الوصف تحت الفيديو ده استمارة التقديم، سواء انت عايز تاخد إقامة رسمية في إندونيسيا بدون أي أوراق معقدة، بدون تقديم لسفارة، بدون أي حاجة، كل حاجة نخلصها لك احنا من عندنا وتستلم إقامتك جاهزة من عندنا، تمام. والشيء الثاني نوفر رحلات سياحية لإندونيسيا برضه، لجزيرة بالي، جاكرتا، نعمل لك بروجرام كامل وبيكون معاك واحد من أهل البلد، بيكون معاك كل يعني بيرشدك في كل الأماكن وبيكون معاك في كل شيء خطوة بخطوة هناك. طبعا زي ما احنا وضحنا كده في صندوق الوصف هتلاقوا استمارة التقديم. أتمنى التوفيق للجميع وفي انتظار طلباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.